رئيسة انطلاقا من نهج دولة الإمارات الثابت والقائم على قيم التسامح والتعايش السلمي وإيمانا منها بالالتزام بميثاق الأمم المتحدة واحترام القوانين الدولية، تؤكد دولة الإمارات على دعمها للعمليات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حلول دائمة وعادلة للأزمات، وتجدد دولة الإمارات دعمها الكامل للمملكة المغربية الشقيقة في الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن حقوقها المشروعة قضاياها العادلة، ومنها سيادتها على سائر منطقة الصحراء المغربية، حيث تدعم بلادي مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية عام 2007، والتي اعتبرها مجلس الأمن في قراراته بأنها جدية وذات مصداقية. كما وتشكل هذه المبادرة حلا هاما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات المنظمة، ويحفظ الوحدة الترابية للمملكة المغربية. إن قيام دولة الإمارات بافتتاح قنصلية عامة لها في الصحراء المغربية على غرار بلدان أخرى ما هو إلا ترجمة لإيمان بلادي الراسخ بسيادة المملكة المغربية للصحراء، والتشديد على عدم المساس بوحدتها الترابية. ومن هذا المنطلق ترحب بلادي بافتتاح 28 قنصلية عامة في العيون والداخلة. وختاما ونشيد بالجهود الحثيثة التي تبذلها المغرب لتحسين مستوى معيشة سكان الصحراء المغربية والمساهمة في رفع مؤشرات التنمية البشرية في هذه المنطقة في إطار النموذج التنموي الجديد للصحراء المغربية الذي أطلقته المغرب في عام 2015. شكرا سيدة الرئيسة.